ازيكم؟ بقالي كتير جدا ما عملتش فيديوهات، وفعلا نفسي اطلع اعمل فيديو ومش عارف اعمل عن ايه. ايه رايكم نوريكم المعالي القرشه الجديده؟ بجد عجيب عليكم. اتفضل. خليكم معاه بقى، المعالق حلو قوي. باي باي حبيبي. باي. يلا باي. كويس كويس فكره الفيديو دي بصراحه. هو فعلا المنتج ده جالنا من كام يوم وكنا حابين نعمل عليه فيديو، بس الفيديو اتاخر شويه. طبعا اتسالت عليها كتير جدا الفتره اللي فاتت. شنطه معالق ارشيا اللي نزلت المره دي 128 3 ادوار، بصراحه انا اتفاجئت فعلا من خامتها. كان ممكن اصور المعالق صور عاديه وانزلها على الصفحه، بس قلت ان انا لازم اعمل فيديو عشان تعرفوا الفرق ما بين الشنطه الاصليه والتقليد، الفرق ما بين الباكينج، برضو الختم بتاع الشنطه والسيريال نمبر وكل ده. هنفتح الشنطه معاكم ونوريك المنتج الفظيع ده. تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا مشاركه على لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك، وتعملوا لنا لايك وسبسكرايب لو تشوفونا على يوتيوب. خليكم معانا هتنبسط. وطبعا زي ما انتم شايفين كده العلبه من بره عليها طبعا العلامه المائيه وعليها الباركود. طبعا اما نمسح هنا الباركود هيحولنا مباشره على الويب سايت بتاع الشركه الام، وهيحولنا لاشكال شنط المعالق اللي متوفره في الشركه بره، مش موجوده في مصر يعني. اللي موجوده في مصر احنا بنعرضها على حضراتكم. طبعا المعالق 12 فرد 128 قطعه، استانلس 18/10، المعالق سمكها 3 ملي. هنفتح معاكم الباكينج. طبعا الشنطه الاصليه بتيجي في باكت زي ده كده، حاجه كده محترمه جدا مش بيعملها غير المصانع المحترمه انها تعمل تغليف بالمنظر ده. انا حبيت افتحها لكم عشان اوريكم الاصليه اما بتتعمل الباكنج بتاعها بيبقى شكله عامل ازاي. دي شكلها كده. طبعا هنقرب الكاميرا عليها عشان تشوفوها. طبعا زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده الديزاين من بره، تمام. هنا اللوجو بتاع الماركه والويب سايت بتاعها، ده الجنب الجناب بتاعتها، تمام. هنبتدي نفتحها ونوريكم المعلقه بتاعتها. بصوا الطعام. هنا الديزاين سيمبل خالص. هنا برضو ختم واضح، ده الختم بتاع شنطة أرشيا الأصلي، تمام. أعتقد واضح، تمام. دي معالق الشاي الشوكة، تمام. دي السكينة، شفتوا السلم ده سمكها. دي طبعا السكينة الصغيرة بتاعت الفاكهة. بصوا الجمال، جميلة ورقيقة جدا. دي المفروض بتاعت السكر. بصوا دي معالق الايس كريم. وفي السكينة الكبيرة الختم. بصراحة الشنطة جميلة جدا جدا وخامتها تقيلة. ده الكرنيب الصغير برضو، نشوفوا الختم هنا. وده الكرنبين الكبار. كرنيب بصراحه تحفه، وهم قوي، وحاجه سيمبل قوي خالص. بصوا جميل قوي بصراحه. فيها بتاعه الشوربه دي، حاجات كده. دي المعلقه الصغيره دي تقريبا بتاعه القهوه دي. ودي عامله ازاي؟
بص شوف الصغيرة عاملة ازاي، جميلة جدا، رايقة اوي بصراحة. المعلق دي نازل منها ذهبي وفضي، دي بتاعت الكيك، دي بتاعت الكيك. لمعة الاستانلس نفسه بصراحة وهم يعني. طبعا هنقفل الشنطة دي. معانا بقى الشابت التاني بتاعها، اللون الفضي. بصوا الحلاوة، ده طبعا الأجزاء دي كانت مذهبة في الديزاين اللي فات، ده الفضي بتاعها. دي الشوفة، طبعا بصوا الختم هنا، برضو الختم هنا، طبعا ختم الأرشية هنا. دي السكاكين، بصوا حتى السمك بتاع السكينة بصراحة كبير. هنا الختم بتاع السكين اهو، تمام. طبعا شفنا الاجزاء الداخليه في الشنطه اللي قبل كده، فاحنا مش محتاجين ان احنا نوريكم الاجزاء تاني. طبعا الكتالوج ده تكوين بتاعها، كتالوج حاجه محترمه جدا جدا. كده شفنا زي ما انتم شايفين التصميم، طبعا شفتوا الشنطه وعملنا لكم انبوكسنج للشنطه كلها من اول درج لثالث درج، وورنا لكم الختم بتاع المعلقه. توضيحا الشنطه معموله في مصنع الصين، مش معموله لا في مصنع تركيا ولا معموله في المصنع بتاع ارشيا اللي في كوريا. الفرق ازاي تعرفي الارشيا التقليد من الاصلي، هنسيب لكم برضو الفيديو في الديسكريبشن. ان ارشيا ليها ثلاث مصانع، مصنع في الصين، ومصنع في تركيا، ومصنع في كوريا. ايه اللي يفرق ما بين المعلقه دي والمعلقه اللي معموله برضو تقليد في نفس البلد اللي هي الصين؟ اللي بيفرق طبعا الكواليتي والباكينج وكل حاجه. طبعا الشنطه الكواليتي بتاعتها بالباكينج بكل حاجه محترمه جدا، طالعه من مصنع محترم. وطبعا مش كل المصانع بتطلع الكواليتي دي. وطبعا معاكي الكتالوج، ومعاكي السيريال نمبر، ومعاكي كارت الضمان. الشنطه محترمه جدا. وايه اللي يخلي شنطه بالسعر ده؟ لا، الشنطه محترمه وتستاهل معاكي وتعيش معاكي العمر كله، لان استلس ولا هي ضاره بقى على صحتنا ولا اي حاجه، لان المعالق الثانيه بتبقى مخلوطه وبتبقى مطليه مواد عشان المعلقه ما تلقطش على المغناطيس. لا، النهارده اشتري حاجه مضمونه بتاكلي فيها زي الحلل بالظبط. لازم نشتري حاجه طالما احنا بناكل فيها وبتخش بقنا، لازم نهتم بيها ونشتريها حاجه نظيفه. اتمنى اكون خفيف على قلبكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. مع السلامه.